بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة المرحلة الرابعة في قسم هندسة العمارة جامعة الفراهيدي، السلام عليكم. نستمر معكم في محاضرات مادة التصميم المعماري ومن مشروعنا لهذا الفصل، وهو الإسكان الذكي. نذكر مرة أخرى، للاستفسار يمكنكم المراسلة عبر البريد الإلكتروني الموضح أمامكم على الجيميل، والبريد الآخر على الياهو، فضلا عن أرقام موبايل أثير وأسيسيل وكورك، بالإضافة إلى وسائل التواصل واتساب وفايبر وتليجرام. طلاب، أرجو الانتباه إلى ملاحظات مهمة حول التقرير. أود أن أؤكد أنه كل الفيديوهات تحتوي على ملاحظات ضمنيا ضمن الفيديو حول ما هو المطلوب من التصميم المعماري اللي نقوم به لمشروع الإسكان، إضافة إلى أنه كيفية إخراج التقرير بالشكل اللائق وبالشكل الجيد. اليوم تقدمون إن شاء الله التقرير وتعرضوه على منصة كلاس روم حتى نلاحظه ونأشر الملاحظات حوله، وبعد ذلك يمكنكم تعديله حسب الملاحظات، لأنه نريد التقرير يظهر بشكل ممتاز جدا ويكون كمرجع لكم في مشروع الإسكان. ولهذا السبب كل محتوياته سواء من تحليل الموقع أو الفضاءات الخاصة بمشروع الإسكان أو النماذج سواء كانت عالمية أو عربية أو محلية يجب أن تكون دقيقة جدا، ولهذا سوف نعيده لكم حتى تقومون بتعديله حسب الملاحظات اللي نقدمها لكم إن شاء الله. طلاب، نقدم لكم ملاحظات مهمة جدا حول النماذج، نماذج الإسكان سواء كانت عالمية أو عربية أو محلية. سوف نستعرض مجموعة من النماذج في هذه الفترة، وهذه النماذج تحتوي على تطبيقات مهمة. خلال استعراضنا لهذه النماذج ضمن المحاضرات القادمة سوف نبين لكم ما هي أفضل الأساليب والوسائل والتطبيقات اللي نحتاجها في مشروعنا، وسوف نبين أفضل الأفكار اللي ممكن تستخدمونها في مشروعكم الإسكاني. ولهذا نود أن نبين لكم أهمية متابعة هذه المحاضرات. في محاضرتنا لهذا اليوم نتناول مدينة مصدر وما تحتويه من نموذج معين من الوحدات السكنية اليونتس، وكيف تم تصميمها، ما هي الإجراءات التي قام بها المصمم لتصميم هذه المجمعات السكنية. نريد نوضح لكم معلومات عن مدينة مصدر. طبعا اعتمد تصميم المدينة الأداء البيئي والكلفة الاقتصادية، فالأساس في اتخاذ القرار هو بتصميم المدينة هو تقليل التكاليف باعتماد عناصر التصميم الفعال واللي يتمثل بشكل المدينة، توجيه المدينة وأبنيتها لتحسين الأداء. مهمة تصميم المدينة أعطيت إلى شركة فوستر وشركاء، سامعين بالمعماري فوستر أند بارتنرز، المؤسسة المعمارية البريطانية. المعماري فوستر اللي هو نورمان فوستر عمل على تصميم مدينة مصدر بطريقة اعتمد بها الكفاءة في استخدام الطاقة وراعي البيئة، مراعاة البيئة كأولويات رئيسية. اعتمد المبادئ التصميمية لكل من التكنولوجيا الفائقة وطرق إنشاء المدينة العربية التقليدية. ليش؟ لأن المدينة العربية التقليدية هي تتسم بالكفاءة إضافة إلى الاستدامة. طبعا المدينة العربية تتسم بالصروح والفضاء الاجتماعي المركزي إضافة إلى المناطق الخضراء اللي تتوافق ويا البيئة. ظهرت الفكرة التصميمية لمدينة مصدر برؤية مبتكرة. ليش؟ لأنه تمثل انعكاس الواقع المحلي من خلال الجدران اللي تحيط بالمدينة، حتى تعزل مدينة مصدر عن تأثير المحيط الخارجي وما يجاورها من المدن حتى يحقق المجتمع المستدام. قام فوستر بدراسة
مجموعة من المدن العربية التقليدية اللي حافظت على البيئة الداخلية وتكيفت مع درجات الحرارة، لأنه البيئة العربية تميز بالبيئة الصحراوية اللي درجات الحرارة بها عالية جدا. فالعمل اللي قام به والأفكار اللي قدمها، وجود شوارع قصيرة وضيقة لا يزيد طولها عن 70 متر، بالإضافة إلى استثمار حركة الرياح حتى يبرد الشوارع. فدراسة فوستر شملت مجموعة من المستوطنات التقليدية في البيئة العربية، مثل قلعة مدينة حلب بسوريا بالشام، ومدينة فاس بالمغرب، والأبراج السكنية لمدينة شيبان باليمن، واللي يعود إنشائها إلى القرن السادس عشر للميلاد. توصل نورمان فوستر هذا المعمار البريطاني إلى أنه هاي المستوطنات تتميز بالاستدامة والاكتفاء الذاتي، لأنه أنشئت على مناطق مرتفعة حتى توظف الرياح العالية لأغراض التبريد. وهذه المستوطنات بها أبراج رياح مرتفعة لسحب الهواء إلى المستويات الدنيا، وهذه عندنا حتى في مدينة بغداد في البيوت القديمة التقليدية اللي هي الكورتيار، بها أبراج الرياح اللي نسميها البادجيرات. شوارعها تتميز بكونها ضيقة، تتجه غالبا باتجاه مسار الشمس يعني شرق غرب، ليش؟ حتى تزيد التظليل وتساعد على تدفق الهواء في شوارع المدينة. كل هذه المعالجات تعمل على تقليل معدلات استهلاك الطاقة اللازمة لتشغيل المدينة إلى مستوى النصف تقريبا. يعتمد التصميم المخطط الأساسي لمدينة مصدر في المناطق الحضرية المفتوحة والتداخل مع الطبيعة واستلهام روحية المدينة العربية التقليدية. إذا استلهم من الواقع المحلي البيئة العربية التقليدية لما لها من دور أساسي في الاستدامة. مثل ما تلاحظون بهاي الخارطة إنه موقع مدينة مصدر يقع ضمن إمارة أبو ظبي، وبالتحديد بين مطار أبو ظبي الدولي ومدينة خليفة في منطقة صحراوية تقريبا في شبه الجزيرة العربية. تميز المدينة بمناخ الحار الجاف وقلة الأمطار وأعاصير رملية وارتفاع درجات الحرارة، وبشكل عام هي هذه البيئة العربية التقليدية. واضح من هذه الصورة وجود مدينة مصدر قريبة من مطار أبو ظبي الدولي، وقريب من عندها سكك حديد، وموجودة كثير من الطرق السريعة اللي ممكن تستفاد منها المدينة حتى تستخدمها في المواصلات. نلاحظ في هذا الشكل وبجانبه الأيمن نماذج المدن العربية والعناصر المعمارية التي تتميز بها من الشناشيل وأبراج الرياح، ونلاحظ أيضا النسيج العضوي والأزقة المتعرجة التي استلهم منها المعماري نورمان فوستر في تصميم مدينة مصدر. نلاحظ التصميم الأساسي في الجانب الأيسر، ونلاحظ بشكل واضح وجود الأزقة المتعرجة التي استلهمها من المدينة العربية التقليدية وأدخل فيها الأشجار والعناصر الخضراء الكثيرة. وتصميمه كان بشكل بحيث أنه يميل بزاوية باتجاه الشرق حتى يقلل من تأثير درجات الحرارة. أيضا هذه الأزقة الضيقة تساعد على أنه تمر الرياح بشكل سريع لتقوم بتبريد المدينة بشكل عام. المدينة هذا شكلها هو عملية خلط بين الأشكال التراثية القديمة اللي موجودة بالمدينة العربية، واللي تتميز بشكل رئيسي بالاستدامة لأنه توافقت مع البيئة العربية، وخلط بين الأشكال الحديثة المعاصرة. فسنلاحظ ونشرح في السلايدات القادمة ما الذي عمله وما الذي قدمه من أفكار جديدة في تصميم مدينة مصدر. هذه هي مدينة مصدر،
ومن الملاحظ وجود الأسواق في مركز المدينة، وهو حسب ما تتميز به معظم المدن العربية. بالإضافة إلى هذا، وجود مقر مؤسسة مصدر، ووجود المعهد اللي تلاحظونه مؤشر باللون الأحمر، ويخترق المدينة من أقصاها إلى أقصاها هو خط نقل السكك الحديد الخفيفة اللي يربطها مع مدينة أبو ظبي. تحاط المدينة بمناطق ترفيهية ومرافق توليد الطاقة ومواقف السيارات ومناطق إنتاج الغذاء. حقول طاقة شمسية موجودة أيضا خارج المدينة. ومن الاستدامة، يتم عمل الحزام الأخضر على معالجة الرياح المحملة بالغبار والرمل. هذا الأجواء اللي هي سائدة في منطقة الخليج العربي. توجه الرياح بزاوية توفر التظليل الأفضل بالنسبة للأزقة المتعرجة. أما المساحات الخضراء المشجرة الضيقة والطويلة فتقوم بتبريد الرياح السائدة، وبالتالي توفير التهوية للمدينة. يتميز مركز المدينة بوجود عناصر معمارية تغطى من أعلاها بخلايا كهروضوئية. هذه هي العناصر موجودة في ساحة التسوق البلازا، وعدد هذه العناصر 54 كاسرة أشعة الشمس اللي تفتح وتغلق بشكل أوتوماتيكي عند شروق وغروب الشمس. من المميزات المهمة التي تتميز بها مدينة مصدر هو ارتفاعها عن مستوى سطح الأرض ب7 أمتار، أي إن طابق الأرض ارتفع بمستوى 7 أمتار حتى توفر فضاء بالنسبة للخدمات ووسائل النقل التي سوف نشرحها في السلايد القادم. لم يكتمل تشييد كل أبنية مصدر بالكامل، فقد تم تشييد مجموعة من الأبنية عام 2010، وتم إسكانها من قبل طلبة الدراسات العليا بجامعة مصدر واللي تسمى معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا اللي تلاحظونها أمامكم. هذه أبنية يعني الأقسام الداخلية المستوحاة من تخطيط وعمارة المدينة العربية التقليدية. جمع المصمم فوستر وشركاء تقنيات البناء القديمة الموجودة وين بالمدن العربية مع التطورات التكنولوجية الحديثة. فنلاحظ أنه استخدم أبراج الرياح، واستخدم المشربيات والشناشيل هي نفسها المشربيات، بالإضافة هذه من المدن العربية التقليدية، بالإضافة إلى الوسائل التقنية الحديثة المتمثلة بألواح الطاقة الشمسية وكذلك وسائل التبريد الحديثة. نأتي الآن إلى تصميم النسيج السكني لمدينة مصدر. إذ قام المعماري نورمان فوستر باستلهام تصميم هذا النسيج لمدينة مصدر اللي تلاحظوه أمامكم بالصورة في الأعلى من تاريخ المدينة العربية التقليدية، تحديدا لأنه كما ذكرنا أنه قام بجولة في المدن العربية وبالتحديد مدينة شيبان في اليمن اللي موجودة صورتها أمامكم في أسفل الشاشة. فتم تصميم المدينة أي مدينة مصدر بجدران مرتفعة. لماذا؟ للوقاية من رياح الصحراء والأعاصير الرملية، بالإضافة إلى تأثير ضوضاء المطار اللي يجاور المدينة مثل ما ذكرنا. وأيضا تم تحديد المدينة بحزام خارجي أخضر من الأشجار. الهدف هو تحديد زحف المدينة غير المخطط خارج أسوار، بالإضافة إلى أنه الساعد هذه الأشجار تعمل لتلافي الأعاصير والرياح المحملة بالرمال اللي مثل ما ذكرنا تتميز بها منطقة الخليج العربي. نلاحظ هنا الميزة المهمة اللي تتميز بها مدينة مصدر، وهي وجود شبكة النقل كلها أسفل مستوى سطح الأرض. شبكة النقل تتمثل بخطوط سكك الحديد الخفيف، إضافة إلى محطات نظام النقل الشخصي السريع
وخطوط النقل الشخصي كلها اللي موجودة أسفل هذه المخطط اللي موجود على الجانب الأيمن، هو يمثل مخطط لخطوط النقل توجد في الأسفل، يعني أسفل المستوى سطح الأرض، عجلات صغيرة تتسع لستة أشخاص تسمى، هذه هي عجلات النقل الشخصي السريع. ونلاحظ وجود العديد من المحطات اللي ممكن انه تنقل الاشخاص من محطة الى اخرى وبشكل مبرمج مع استخدام هذه السيارات الصغيرة. في الجانب الايسر نلاحظ هذا يبين مقطع في المدينة في وسط الصورة، وهذا مستوى سطح الأرض، وفي أسفله موجودة هاي طرق سيارات النقل الشخصي السريعة، وأسفلها موجودة هي كلها أنابيب لمرور الخدمات المختلفة. في الجانب الأيمن من الصورة مركبات النقل الشخصي السريع اللي تتسع لستة أشخاص وتسير على طرق مغناطة موجودة أسفل مستوى سطح الأرض، وهذه كلها تسير وفق برمجة معينة، إذ يمكن لأي شخص أن يختار وجهة النقل اللي يختارها ويصل بدون أي تأخير. أما في الجانب الأيمن الصورة هذا أسطول من السيارات الكهربائية اللي استخدمت في مدينة مصدر وتم تجربتها اختبارها وبيان مدى كفاءتها. تبين صورة أمامكم صورة جوية لمدينة مصدر، وواضح اختراقها بوساطة سكة القطار اللي تربطها مع المطار ومع مدينة أبو ظبي، وحول المدينة موجودة وسائل الترفيه المختلفة إضافة إلى المناطق الخضراء اللي توفر بيئة صحية بالنسبة للمدينة، فهي تمثل تقريبا حزام أخضر، إضافة إلى أن تلاحظون المناطق الزرقاء واللي هي موجودة وسائل ترفيهية ووجود العديد من المسطحات المائية. ختاما أمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق، وإلى اللقاء في المحاضرة القادمة إن شاء الله.